السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم حبيباتي في قناة وصفات لكم. سعدت بلقائكم مجددا وأتمنى أن تكونوا دائما في تمام الصحة والعافية. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتشارك وصفة رائعة جدا، هي وصفة من طلب العديد من المتتبعات. وصفة هي لتطويل الأظافر والحصول على أظافر قوية وصحية. كما تعرفون جمال اليدين لا يكتمل بدون أظافر طويلة وجميلة ورائعة جدا، خصوصا يعني طبعا للنساء، لأنها تجعل الأيادي تبدو بشكل جميل جدا وتبدو أيضا جذابة. لذلك سوف نعمل وصفة لتقوية الأظافر وتغذيتها من العمق. لعملها سوف نحتاج لزيت الخروع. زيت الخروع رائع جدا وغني عن التعريف. هذا الزيت أكثر من رائع، هو يعمل على تقوية الأظافر وجعلها قوية، يمنحها كل العناصر التي تحتاجها حتى تطول بسرعة. في وصفتنا أيضا سوف نحتاج إلى زيت الثوم، فزيت الثوم هو الآخر غني عن التعريف لما له من فوائد، بالخصوص له فوائد رائعة لتطويل الأظافر تغذيتها أيضا من العمق، بالإضافة إلى أن زيت الثوم يعالج كل الالتهابات والفطريات التي تتواجد على الأظافر. إذن بعدما تعرفنا على المكونات سنمر الآن لعمل الوصفة. إذن هنا على بركة الله سوف نحتاج إلى كمية من زيت الخروع، تقريبا مقدار ملعقة صغيرة، نفس الكمية أيضا من زيت الثوم هكذا، ونبدأ في مزج هذين المكونين معا إلى غاية ما تتجانس هذه الزيوت. بالنسبة للكمية هنا يمكنكم عمل كمية أكبر يعني والاحتفاظ بها طبعا في قارورة تكون زجاجية لحين استعمالها. إذن هنا بعد خلط ودمج المكونات سنقوم بوضعها على الأظافر ونتركها تقريبا لمدة نصف ساعة. كما قلت نطبق هذه الزيت على الأظافر ونتركها لمدة ساعة. بعد مرور ساعة سنقوم بشطف الأظافر بالماء، يفضل غسلها بعد ساعة. تعمل هذه الوصفة ليلا يعني قبل النوم حتى نستفيد منها. فقط قوموا بغسل يديكم بالماء الدافئ وكرروا العملية يوميا ولمدة 15 يوما، إن شاء الله سوف تلاحظون نتائج رائعة. ابتداء من الأسبوع الأول سوف تلاحظون أن أظافركم قد أصبحت قوية وأن طولها قد زاد. داوموا حتى تحصلوا على نتيجة رائعة. طبعا حتى تحصلوا على أظافر قوية يجب دائما كذلك العناية بالتغذية من الداخل، حتى نوفر للأظافر احتياجها من المواد الغذائية سواء فيتامينات أو معادن أو غيرها حتى تطول وتنمو بسرعة. علينا أيضا العناية بالأظافر والاهتمام بها، وذلك بتقليمها وكما ذكرت إزالة الشوائب التي تكون حول يعني الأظافر. ضروري كذلك ترطيب الجلد المحيط بالأظافر، ومن الأفضل كذلك ارتداء القفازات المطاطية عند ممارسة أنشطة تتضمن الماء مثل غسل الصحون أو الأواني. إذن كانت هذه هي بعض النصائح للحصول دائما على أظافر قوية. فقط قوموا بتطبيق الوصفة يوميا وسوف تلاحظون الفرق بأنفسكم، بالإضافة إلى ضروري أن نقوم بأخذ نظام غذائي غني بالخضروات والفواكه وبالكالسيوم والبروتينات وغيرها حتى نحصل على أظافر قوية. إلى هنا وصلنا لنهاية فيديو اليوم، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.